طيب نروح مع حضراتكم لرجال الطايره. رجال الطايره كانوا بيلعبوا القنال الحقيقه وفازوا 3-0. المصاله كانت امير عبد الله الفيصل، شفنا لقطات منها في تكريم احمد عبد الستار. 3-0. طيب احنا قدامنا ماتش مع طلائع الجيش يوم الجمعه القادم. فزنا مع طلائع الجيش في المباراه القادمه خلاص حسمنا بطوله الدوري العام بدون الانتظار لنتيجتنا مع نادي الزمالك في المباراه الختاميه. طيب الحقيقه انا عايز اقول لكم حاجه في الجدول، يعني في جدول احنا عديناه لترتيب الفرق، مهم جدا اعلق لكم على حاجه واعلق لكم ايضا على ترتيب الفرق والنقط. يعني خليني اقول انه في الترتيب النادي الاهلي، الجدول هيكون مع حضراتكم حالا. احنا عندنا في الترتيب الاول النادي الاهلي، النادي الاهلي لعب 20 مباراه عنده 57 نقطه. نادي الزمالك في المركز الثاني لعب 20 مباراه، الجدول مع حضراتكم اهو، لعب 20 مباراه فاز او اسكوره 53 نقطه. طيب نادي طلائع الجيش 20 مباراه 48 نقطه. طيب هتكلم عن الاهلي والزمالك. الاهلي لو فاز مباراه بتاع طلائع الجيش القادمه ان شاء الله هيبقى 60 نقطه. طيب لو الاهلي خسر او الزمالك ايضا فاز المباراه الجايه، وايضا لو فاز ايضا على النادي الاهلي المباراه القادمه هيبقى 59 نقطه، هيبقى تحت نادي الاهلي بنقطه، اذا الدوري هيكون للاهلي. يعني كده انا ليه بس حبيت اشرح لكم بالجدول، انه كده مباراه الزمالك ان شاء الله في حاله فوزنا على طلائع الجيش هتبقى مباراه تحصيل حاصل. والحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الفريق الطايره بيلعب في بطولتين، يوم 14 عندنا قبل النهائي مع الزمالك قبل نهائي كاس مصر، وده يعتبر نهائي مبكر، وعندنا كمان المباراه اللي هي مباراه او استكمال الدوري هيكون بعد مباراه 14، او مباراه الزمالك هتكون بعد يوم 14 على ما اتذكر، يوم 24/9. زي ما انتم حضراتكم شايفين برضو ايضا في الجدول في الفريق الثالث طلائع الجيش 48 نقطه، في المركز الرابع سموحه 42 نقطه، الاتحاد السكندري 32 نقطة، الطيران 32 نقطة، هليوبلس 22 نقطة، بتروجيت 22 نقطة، القناة 22، الشمس 13، سبورتنج 15، طنطا 4. طيب التقرير، طيب احنا عملنا تقرير طبعا بخصوص مباراة القنال مع الطايرة رجال، نستأذن حضراتكم نروح نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. احنا مستعدين من بعد فتره الكورونا اللي غبنا عنها، وقفنا 3 شهور، فاستعدينا بشكل كويس، قعدنا 3 شهور بالظبط ونتمرن قبليها، فان شاء الله اخدين ماتش النهارده، خلصنا ماتش القناه، هنيجي ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش الجيش نكسبه، وعندنا برده ماتش الزمالك برده ده بطوله لوحده لازم نكسبه ان شاء الله، رغم ان احنا لو كسبنا ماتش الجيش ان شاء الله خلاص اخدنا الدوري الرسمي، بس ان شاء الله برده ماتش الزمالك هنكسبه عشان احنا هنلعبهم في دول الاربعه ان شاء الله في الكاس، نقدر نفوز عليهم ان شاء الله الماتشين الجايين ان شاء الله. والله واول حاجه الحمد لله طبعا على المكسب، واحنا برده يعني من ساعه فتره الكورونا بعد ما رجعنا طبعا يعني استعدنا في وقت قليل، وطبعا كان في ضغط في التمرين وكده، يعني وان احنا مثلا عشان خاطر نطلع بالمستوى ده يعني طبعا ان احنا ضغط علينا في التمرين جامد، عشان خاطر برضه عاملين حسابنا ان ماتش الجيش هو ان شاء الله اللقاء الحاسم يعني في الدوري. والله زي ما حضرتك كده بتقول، هي النقط هي اللي بتقول الكلام ده، انما طبعا النادي الاهلي معود جماهيره ومعود الفرق كلها، وان هو بيلعب على كل ماتش بطوله. ماتش الجيش بيقربنا وبيحسم الدوري ان شاء الله لينا قبل ماتش الزمالك، انما احنا مش بنفكر كده خالص، احنا بنتمرن كل يوم، اللعيبه مركزه، الجهاز الفني مركز مع اللعيبه في تمرين كل يوم، والحمد لله احنا مركزين وربنا ييسر ان شاء الله. لله عوده احمد قطب النهارده عمل مباراه كويسه جدا، قدرنا نشارك ناس كتير قوي، حسام وعبد اللطيف ومنعم وابو السعود ويوسف مرجان، بجانب طبعا الخبره والناس لعيبه تقيله زي احمد صلاح واحمد عبد الله وعبد الله وعبد السلام طبعا، الناس دي وعبد الحليم، كل الناس دي طبعا بنجهزها، والكابتن محمد مصلحي مجهز كل الناس للمباراتين الجايين ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله زي ما عودنا جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الدوري في النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن عبد الرحمن سعود هو في شد في العضله الضمه، وممكن ما يلحقش برضه مباراه الجيش او مباراه الزمالك.